في عوالم شتى موجودة في المحاماة وفي أعمال المحاماة، يمكن هسمح لنفسي أتعد عليكم بحاجة واحدة بس، فن الإلقاء. فن الإيه؟ الإلقاء. طبعا ده وارد في المرافعة الشفوية. تترافع شفوي إزاي؟ أنا ألمحت لكم بعض الملامح. في كتاب من تراثنا العربي في القرن الثالث الهجري بتاع الجاحظ اسمه البيان والتبيين، ده كتاب عظيم جدا بيشرح يعني كل قضايا البيان والتبيين وما اتصل بالبيان الشفاهي وعيوب اللسان زي اللثغة والفأفأة والتأتأة إلى آخره، وكيف يكون البيان وما يطلق من الجوف من عبارات وما يطلق من الصدر وما يطلق من الخيشوم اللي اعلى الايه الانف الى اخره. فنون جميله جدا قد يدق على بعضنا سيما اللي ما قراش كتير في كتب التراث انه يقدر يطلع بالخميره او بالزبده او بالحصيله من البيان والتبيين. انا وقعت من حوالي 40 سنه على كتاب هنا اهو في شارع 26 يوليو في دار القلم للمرحوم الأستاذ عبد الوارث عصر. قطعا حد فيكم شاف له فيلم على الأقل يعني، ولا ما شفتوش برضه؟ عبد الوارث عصر ده أستاذ جميع الفنانين، درسوا فن الإلقاء على يديه في المسرح وفي السينما. كان راجل حدوتة، فعمل كتاب اسمه فن الإلقاء. فن الإلقاء. الكتاب ده أنا سرعت باقتناعي فلقيته يعني أضاف للي عمله الجاحظ من 10 قرون نتيجة تجربته هو وخبرته كممثل مسرحي في المقام الأول ومعلم لأجيال من الفنانين في المسرح وفي السينما، علشان أشوف بقى فنون الإلقاء وكيف تكون اللي خاصتها لك، إمتى تقرب وإمتى تبعد، وإمتى الكلمة تطلع من الزور وإمتى تطلع من المناخ وإمتى تطلع من الشفتين وإمتى تطلع من الجوف. كل واحدة من دول لها وزن ولها استخدام، امتى تقف وامتى تكمل الى اخره. انا الكتاب ده اتسرق مني 3 مرات، وعشان كده انا حطيت قاعدة كده مفيش استعارة في مكتبتي، عشان كده انا رجعت عملت مكتبة اقتربت من 100,000 كتاب، لانه الكتاب اللي بيقرض ما بيرجعش. بقى عندنا كده اشتريت 3 نسخ، واحدة في البيت واحدة في المكتب واحدة في الغير، رغم ان انا ما عنديش غير. أنا أرجو تكونوا يعني وجدتوا في أن أنا قلته حاجة مفيدة، وأتمنى أن تكونوا نجوما متلألئة في عالم المحاماة وتنهضوا لحنين. شكرا.